طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله دلوقتي هنبدأ في موضوع جديد اللي هو الانتر اكشن. لو حد فاكر اللي احنا في الاول خالص، احنا قلنا كنا قلنا ايه؟ احنا كنا قلنا ان المادة عندنا الهيومن كمبيوتر انتر اكشن مكونة من 3 اجزاء، الهيومن ودرسناه كويس، والكمبيوتر وبرضه اتعرفنا عليه في الفيديوهات اللي فاتت، وزي ما احنا كنا عرفنا يعني اللي هو مكون من الانبوت والاوتبوت والبرنترز والديسبلايز والكلام ده كله، تمام؟ وعرفنا انواع ليه والحاجات اللي هي التفاصيل اللي فيه بقى، ماشي؟ طبعا كله كان كلام يعني تقدر تقول ان هو نظري بزياده، وفي حاجات اصلا مش جديده قوي، يعني هتلاقي حاجات اصلا معظمها انت عارفها، يعني اكيد كله عارف الكيبورد يعني، واكيد الباقي كله اصلا كله يقدر يعني ايه يفكر في الموضوع كده يلاقي ان الموضوع بسيط ان شاء الله. طيب دلوقتي احنا هندرس العنصر الثالث، اللي هو ايه العنصر الثالث؟ اللي هو الانتر اكشن. طيب حلو قوي. يعني ايه انتر اكشن مبدئيا كده؟ خلي بالك من حاجه، الانتر اكشن غير الانتر اكتيفيتي، بس دي حاجه تخلي يعني تحطها في دماغك دلوقتي، علشان لما نيجي كمان شويه اقول لك ان عندي حاجه اسمها انتر اكتيفيتي، ما تقوليش ايه ده وما انت كنت بتشرح ايه. لا، انا دلوقتي بشرح الايه، الانتر اكشن ذات نفسه، ماشي؟ طيب يعني ايه انتر اكشن؟ خلينا ناخد الموضوع من الاول. انت دلوقتي عندك يوزر، اليوزر ده هو عايز يخلص او عايز يعمل اهداف معينه. اهدافه بتعتمد على حسب حاجات كتير، بتعتمد على حسب الدومين اصلا، حسب الابلكيشن دومين. يعني نفترض مثلا ان اليوزر ده هو عايز ايه، عايز اللي هو يتواصل مع الناس. يبقى انت كده بدأت تتكلم على ان مثلا انت بتتكلم على ابلكيشن دومين، حاجه مثلا زي ايه، او هو هيتعامل مع ايه، هيتعامل مع سوشيال ميديا مثلا بلاتفورم. طيب السوشيال ميديا بلاتفورم ده هيت مين اللي بيعملها؟ اكيد ناس متخصصين مثلا في السوفت وير انجينيرنج، ناس متخصصين في كذا، ناس متخصصين في الكلام من ده، تمام؟ طيب حلو قوي. التخصص ده اسمه ايه؟ اسمه دومين. خلي بالك من حاجه، يعني اللي انا قصدي هنا ايه، ان الدومين ده هو عباره عن تخصص، يعني عباره عن مجال، عباره عن مجال خبره ومعرفه معين، زي مثلا حاجه زي الجرافيك ديزاين، حاجه زي الكمبيوتر ساينس. طبعا الكمبيوتر ساينس كونسبت كبير شويه، بس انا بتكلم على كونسبتس اصغر، ممكن جرافيك ديزاين او اي حاجه تانية، مثلا موشن جرافيك، اي حاجه فيها مجال خبره، مجال حد فاهم فيه، تمام؟ الدومين ده هو عباره عن مجموعه من الكونسبتس، يعني اي مجال في العالم سواء الطب سواء الكمبيوتر ساينس في مجموعه من المفاهيم اللي فيه. حد لغايه دلوقتي عنده مشكله؟ ما اعتقدش، تمام؟ جميل قوي. Tasks are operation to manipulate the concepts of a domain. خلي بالك بقى من حاجة، التاسكات يعني ايه التاسكات بقى هنا؟ يعني الوظائف اللي اليوزر عايزها، تمام؟ ممكن نمثلها عن طريق ايه؟ مجموعة تاسكات، مجموعة مهام صغيرة. المهام ده هي انا ممكن اعملها بمعرفتي بالايه؟ بالدومين. يعني ايه الكلام ده؟ انا دلوقتي عشان بس نبسط الموضوع، دلوقتي جالي عميل، انا مثلا نفترض يعني ان واحد جرافيك ديزاينر وجاله عميل بيقول له انا عايز مثلا تعمل لي لوجو الشركة. فشوف كده هو طلب ايه، هو طلب تاسك، تمام؟ مجموعة عمليات هتتم مع او بتتم باستخدام ايه، دومين معين. ايه هو الدومين؟ الجرافيك ديزاين. بالك من الفكرة؟ حلو قوي. طيب الجول هو الديزايرد اوتبوت، يعني ايه الهدف اللي انت عايز توصل، سوري، الهدف اللي انت عايز توصل له. بمعنى يعني مثلا انت دلوقتي عايز توصل لايه، الراجل اللي طلب ديزاين ده عايز يوصل لايه، عايز اللي هو يعمل براند للشركه بتاعته. يبقى ده اسمه ايه، ده اسمه جول، هيتنفذ عن طريق الايه، مجموعه تاسكات، مجموعه خطوات. هل باستخدام ايه؟ باستخدام المعرفه اللي عندي في دومين معين. لو انا مثلا سوفت وير انجينير، يبقى انا هستخدمها معرفه الايه، سوفت وير انجينير. حلو، جميل. طيب امال ايه فرق بقى الانتنشن، الانتنشن اللي هي النيه، بمعنى intention is specific action required to meet the goal. يعني انا يعني ايه تقدر تقول غرضي ايه من الاكشن ده، انا دلوقتي بعمل اكشن معين، تمام، علشان اوصل للهدف. يعني اليوزر بيعمل ايه، اليوزر مثلا بيضغط على زرار edit profile ليه؟ علشان يحقق هدف. ايه هو الهدف؟ ان هو مثلا يعدل في بياناته، صح ولا لا؟ يبقى خلي بالك من حاجة، ال intention هي ال action اللي هو بيعملها، تمام، علشان يحقق هدف في دماغه. فانا نفترض دلوقتي اللي انا فتحت
تويتر اكاونت بتاعي وعايز اغير الداتا مثلا اللي فيه اللي في البروفايل بيج مثلا، هعمل ايه؟ يبقى انا دلوقتي عندي انتنشن، تمام، اللي هي نية يعني، هحققها عن طريق الطريق، او هي عبارة عن طريق اكشن معين، يعني هي عبارة عن اكشن معين انا هعمله علشان احقق الايه، تعديل البيانات ده اللي هو هدفي يعني. طيب يبقى الانتنشن is a specific action required to meet the ايه، the goal. Task analysis involves the identification of problem space. بمعنى مش احنا كنا اتفقنا ان اللي انا اللي هو الحاجه المطلوبه الجول ده هو هيتنفذ عن طريق ايه، مجموعه تاسكات. حلو. طيب انا علشان اصلا احلل التاسكات ده هي وابدا اديها للسيستم بتاعي علشان ينفذها، لازم افهم اصلا البروبلم سبيس، يعني لازم افهم اصلا ايه المشكله بالظبط او ايه المطلوب بالظبط، هل اليوزر ده عايز يعمل ايه. يعني انا مش هقدر ان انا اعمل امبلمنت فانكشناليتي بتعدل البيانات اليوزر الا لما اكون اصلا فاهم او عارف ان في عندي يوزر طلب اللي هو يعمل مثلا تعديل في الويب سايت اللي انا عملته له علشان يقدر يعمل ايه، يقدر يغير بياناته. تغيير البيانات ده هدف، اقدر اعبر عن الهدف ده بمجموعه من التاسكس. المجموعه من التاسكس دهيت انا ممكن اعمل اناليسز لمجموعه التاسكس دي، احللها واعرف هو ايه المطلوب بالظبط والخطوات عن طريق الايه، عن طريق ان انا افهم الايه المشكله دي. مقدمه مهمه جدا لباقي المحاضره كلها. لو حسيت ان انت مش فاهم قوي الكلام، عيدها تاني واقراها تاني علشان كل الكلام اللي جاي هيبقى معتمد على المقدمه البسيطه دي.